شيطنت شيطنت وبقيت تحرق قلبه مع ابنها. مش حرام كده؟ مش حرام يا شيخ صابر؟ وانت فاكر كده انها هتصدقك؟ انت جربته قبل كده مع ابوه وعرفت شركه. هتفوق هتسألك وتقول لك انت اعترفت لي، وجايز تقول لك يمكن اللي ظهر لي ده يكون ابو الواد. ما هي اكيد حاسه ان انا ابوه. بلغ هندو اللي مسلط هنا. بلغ هندو اللي مسلطينك. ابني لو جرى له حاجه احرقكم كلكم. وانت مستني عشان تحرق؟ انت ضعيف يا صابر من غيرنا. انا قوي بربنا سبحانه وتعالى. طب جرب. جرب تبقى معانا وانت تشوف هتبقى ايه. رحاب دارين؟ أنا جيت مشيتك ولا إيه؟ لا خالص، أنا خلصت شغلي وكنت ماشي، بس اتفضلي. أنت رايح لبابا صح؟ يا ريت والله، ده وحشنا جدا. أصل من ساعة ما جيت وأنا شايفاك متابع شغلك عادي، كأن مفيش أي حاجة غريبة. ما هو شغل يا دارين. سواء بابا موجود أو مش موجود شغلي وهعمله. بالعكس، ده الشغل دلوقتي زاد عليا الضعف. طب ممكن تقوله إن أنا عايزة أشوفه؟ أقول له إزاي يعني؟ أنا لو أعرف مكانه هروح له وهقول له. أنت توترت ليه؟ بلاش تكمل في الكذب. كذب إيه بس؟ كذب إيه اللي بتقول علي؟ أنا مش فاهم بصراحة. أنا اللي مش فاهمة ليه بابا يقعد يدور عليا العمر ده كله، ولما أجي أسامحه هو اللي يختفي وما يقدرش حتى يقابلني. يمكن ما يعرفش ان انت رجعتي. ما يعرفش ان انا رجعت؟ يبقى انت عارف مكانه. بص يا عصام، انا لازم اشوفه.